فدلوقتي يا هندسه السلم ده هنشيله ازاي؟ الاستاتيكال سيستم بتاعه هيبقى ازاي؟ انت دلوقتي السلم عندك بيطلع كده او العكس مثلا، تمام؟ المهم فلما تطلع كده او تطلع كده مش هتفرق، هيكون عندك ايه؟ هيكون عندك ديت كمره منصوب الدور، وهيكون عندك هنا ايه؟ كمره مكسره مع السلم هنا، تمام؟ في منصوب ايه؟ نصف الدور. اذا لما تيجي تدور كده على تو سبورت ثابتين اقدر اشيل عليهم شريط، هيكون ايه؟ هيكون بالشكل ده. يبقى ديت كده عندنا الشريحه الرئيسيه، ودي كده عندنا شريحه رئيسيه، تمام؟ ونقدر نشيل هنا شريحه ثانويه، تمام؟ وديت كده ايه؟ شريحه ثانويه، تمام؟ فانا رحت سميت يا هندسه قلت له والله الشريحه دي هسميها 3 و4، ودي شريحه 1 و2، تمام؟ طبعا ايه؟ قلنا 1 و2 هيبقوا متشالين. فتيجي كده تبص على السيستم اهو، استيرب 1 1 اللي هو الشريحه 1 و2، سبورت تقول ايه؟ 3 و4. يبقى انا كده يا هندسه محتاج ايه؟ محتاج اصمم الاول الشريحه 1 و2، وبعدين يا هندسه وبعدين اخد الرياكشن بتاعهم انزله على 3 و4 زي ما اتعلمنا قبل كده، تمام؟ طيب كنا بنصمم السلم ازاي؟ اول حاجه برضو الكونكريت دايمنشن، هو السلم عباره عن بلاطه، فنفس الخطوات اللي احنا مشيناها مع البلاطه هو اللي هنمشيها ايه؟ مع السلم، تمام يا هندسه؟ يبقى اول حاجه الكونكريت دايمنشن، خلاص؟ طيب كنا الاول يا هندسه بنروح نعمل ايه؟ بنروح لان الكود قال لنا ايه؟ قال لنا والله انت السلم ده، مش قال لنا السلم وان واي، احنا اللي بنقول السلم ده وان واي. طيب قال لنا البلاطات الوان واي دي بنحسب سمكها ازاي؟ بنقول ال ايه؟ ال شورت على كام؟ لو هتعمل الديفليكشن بنقول على 25، ده لو هي سيمبل. لو هي كونتينوس من ناحيه واحده تبقى على ايه؟ على 28، كونتينوس من ناحيتين على 31، فاحنا بناخد ايه؟ بناخد ال شورت على 5 ايه؟ و20. طب ناخد انهي طول يا هندسه؟ طبعا الطول اللي ماشي فيه الحمل الكبير اللي هو ايه؟ الطول ده، تمام؟ فتيجي تحسب هتلاقي فيه جزء هورزونتال وجزء انكلاين، تمام؟ فهتلاقي الشريحه بالشكل ده. فانا كده محتاج احسب الطول ده، تمام؟ الطول ده وازوده على ده وازوده على ده، يبقى انا كده معايا ال شورت اقسمه بقى على 25. وقلنا في طريقه سهله ان انت ممكن تاخد ايه؟ تاخد الطول ده وتضربه في ايه؟ في 1.1، زاد 10% بس، ده الطول اللي بيزيد تقريبا مع الميل. فاحنا هنروح نحسبها بدقه. ازاي؟ كنا بنروح نجيب الفا، كنا بنقول ايه؟ انت عندك دلوقتي ادي زاويه الميل، عندك ده وعندك ده. طب ده اللي الواقف ده بنجيبه ازاي هندسه؟ عندك عدد الدرجات اهوت، اضرب كل ايه؟ كل درجه في 15 سنتي، كل درجه بتبقى ارتفاعها 15 سنتي، فلما تجمع العدد ده تضربه في 15 سنتي هيديك الارتفاع ده، ومعاك طبعا الطول ده اللي هو ايه؟ 1.62، تمام؟ لو قلنا المقابل تان سيتا تساوي المقابل على الوتر نقدر نجيب سيتا، تمام؟ ادي تان سيتا تساوي المقابل على المجاور، اسف، يطلع لك ايه؟ الفا بايه؟ ب 3 وايه؟ و30. وبعد كده نروح يا هندسه نقول ايه؟ كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ادي عندك اهوت، انت دلوقتي جبت ايه؟ جبت الزاويه اللي هي سميناها الفا. فكنا بنقول كوساين سيتا تساوي ايه؟ تساوي ايه؟ المجاور على الوتر، واحنا عايزين ايه؟ الوتر، ومعانا سيتا ومعانا المجاور، اقدر اجيب الوتر؟ اقدر اجيب. يبقى الوتر يا هندسه يساوي المجاور على كوساين ايه؟ الفا. زائد بقى ايه؟ زائد الطول ده، زائد الطول ده اللي هو الايه؟ الهورزونتال. يدينا في الاخر ايه؟ 4 و3. لو رحنا قسمناهم على 25 يدينا 17 و2. خلاص احنا هناخد التي اس يساوي كام؟ يساوي 18 سنتي. تمام. وادي التي اس افريج عشان السلالم الانكلايند، عشان ناخد ناخد يعني ايه؟ ناخد سمك الدرجات ديت زي ما قلنا قبل كده، هناخدها 7 سنتي زي ما قلنا، يبقى تي اس افريج ايه؟ 25. خلاص يبقى ده هنستخدمه واحنا بنحسب اللود بتاع الهورزونتال، وده هنستخدمه واحنا بنحسب اللود بتاع الانكلاين. نحسب بقى اللود يا هندسه. 4 هورزونتال الاول عادي خالص، 1.4 تي اس جاما كونكريت زائد فلور كفر زائد 1.6 لايف لود، تمام؟ يبقى في الاخر يا هندسه طلع 13 و9، تمام؟ في 4 انكلاين كنا بنقول ايه يا هندسه؟ كنا بنقول عندنا طريقتين، تمام؟ طريقه انك تاخد اللود على المايل، وطريقه انك تاخد ايه؟ ادي على المايل، وطريقه انك تحوله على الافق. طبعا في الحل المانيوال اسهل انك تخليه على ايه؟ على الافق. عشان كنا نخليه على الافق كده كنا بنقسم الديد لود على ايه؟ على كوزاين ايه؟ على كوزاين الفا، لان اللايف لود دايما هو ايه؟ هو عمودي، لان وانت بتطلع السلم كده قلنا ان انت ايه؟ بتبقى واقف كده،
ولو طلعت هنا بتبقى واقف كده. فانت عندك لود هنا ولود هنا، لو جمعته هيبقى دايما ايه على الافقي. اما الديد لود دايما بيبقى مع ايه، مع السكشن، لانه وزن ذاتي بيبقى مايل برضه، فعايزين نحوله افقي. نقسمه على ايه، على كوزاين سيت زائد الفلور كفر زائد 1.6 ايه اللايف لود. خلاص يطلع في الاخر 18 كيلو نيوتن على المتر المربع. بعد كده يا هندسه المفروض نروح ناخد استيره. طب نصمم انهي شرايح الاول؟ طبعا المتشاله الاول، عشان لما بعد ما اصمم المتشال اقدر انزل منها رياكشن على ايه، على الشايله. تمام، هاخد ايه، هاخد الاول والشريحه اتنين اصممها. ماشي، ادي الشريحه واحد في منها جزء انكلايند وفي جزء منها مايل. هل الانكلايند ده هناخده في الاعتبار؟ لا طبعا. ليه؟ لان دي الشريحه كده يا هندسه، دي الشريحه الرئيسيه كده. تمام، هنا وهنا المتشال ايه، المتشال الجزء ده بس، يعني بالنسبه للشريحه ديت الجزء ده، الجزء ده هو سبورت، ديستريبيوتد سبورت، ديستريبيوتد سبورت. خلاص يا هندسه هتيجي كده تبص هتفهم لما تبص، طبعا شرحنا الكلام ده قبل كده اهو. الجزء ده كله ده سبورت، ولكن احنا هنختزله في النص يا هندسه، قلنا عشان ايه، عشان نعرف نجيب بس الرياكشن. وبعد ما نجيب الرياكشن في النص كده نقسمه على الطول ده كله، فنوزعه تاني ايه، على ايه، على المتر. تمام، طيب ده دبليو انكلايند قلنا ب 18. تمام، طب عايز بقى احسب الرياكشن، عشان منه هحسب المومنت. قلنا هنا ما ينفعش دبليو لان اللود مش واصل لاخر ايه، لغايه الصبر. طيب اجيب الرياكشن ازاي؟ بكل بساطه انت هتركز، هتركز ده 18 في واحد ايه 35، هيطلع لك ايه، هيطلع لك رقم. تمام، يبقى انت كده معاك ايه، معاك الرياكشن ده. وزي ما انت شايف الرفرفه هنا 66 وهنا 66 من 100، فزي بعض. فطبعا الرياكشن ده مجموعه زائد الرياكشن ده طبعا هيدينا الرياكشن الكلي. فنقول ايه، هنقول دبليو اللي على الاثنين، هيطلع لك في الاخر ايه 12 و15. طب لو كانت ده مختلفه عن ده، هناخد المومنت بقى عند النقطه دي زي ما شرحنا قبل كده ونجيب الرياكشن. طيب جبنا الرياكشنات، جبنا ار 1 تساوي ايه 12 و15. عشان نجيب المومنت بقى، انا عايز اجيب المومنت هنا عشان لما اجي اصممه. ازاي يا هندسه؟ ادي الرياكشن ده في الايه؟ في المسافه، فورس في مسافه يدينا مومنت. تمام، عندي ايه تاني؟ عندي هنا رياكشن، بس رياكشن في الجزء ده هيساوي 18 في ايه؟ في نص الطول ده. يبقى 18 في نص الطول ده، يبقى انت كده ايه؟ يبقى انت كده ركزت اللود ده. نضربه بقى في المسافه دي اللي هي الربع بقى، ربع المسافه دي. تمام، يا ادي بقى، ادي 18 في الطول ده على 2 عشان نركزه، في الطول ده على 4 عشان بقى نجيب المومنت. ولكن خلي بالك ان الاتجاه ده عكس الاتجاه ده، فنطرحهم من بعض، يطلع لك المومنت كام في الاخر؟ 12.1. خلاص؟ ادي 12.1. طيب نروح على الشريحه بقى ايه؟ اللي هي في منصوب الدور. تمام؟ اللي هي دي شريحه 2. بنفس الطريقه يا هندسه. اهو بنفس الطريقه هنجيب الرياكشن. تمام؟ ركز ده واقسمه على الاثنين. دبليو في ال على الاثنين، وبعد كده اجيب المومنت بنفس الطريقه في النص بالظبط. تمام، طلع لك ايه 9 و35. يبقى انت هندسه كده جبت المومنت وجبت ايه الرياكشن اللي المفروض ننزله على ايه، على الشريحه الايه الرئيسيه دي. طب انا عايز اجيب الرياكشن، خلي بالك ان الرياكشن اللي انت جبته كده جبته في بوينت. تمام، خلي بالك انا عايز انزل اللود هنا على المتر الطولي. تمام، يبقى اروح اخد الرياكشن ده اقسمه بقى على الطول ده كله. تمام، زي ما قلنا اهو الرياكشن اللي طلع ده اقسمه بقى على الطول ده كله فوزعه تاني. فنيجي نبص يا هندسه، عندنا ار 1 هيطلع لنا منها دبليو اديشنال 1، هتنزل على ايه؟ هتنزل على الشريحه الشايله. تمام، فادي ار 1 نقسمها على الطول الكلي اللي هو 1.32 اللي هو الطول ده اهوت. اهوت 66 قلنا بوينت 66 في 2 يدينا كام؟ 1.32. تمام؟ هو المفروض 1.33، المفروض 1.33. خلاص يعني دي غلطة بسيطة يعني، 1 من 100 مش هتفرق في حاجة. خب خلاص 1.32 هو، بس أنا جبت ديت ضربتها في 2 على طول، فطبعا الأوتوكاد هنا كان مقربها يعني. ماشي مفيش مشكلة. ادي اهوت يا هندسه ار 1، ادي ار 1 اقسمها على الطول ده كله اللي هو 1.32، طلع كام يا هندسه؟
طلع كام؟ طلع 9.2. يبقى ده دبليو اديشنال هينزل على ايه؟ على الشريحه الشايل. طب دبليو اديشنال 2 ادي ار 2 تمام، ادي ار 2 برضو على 1.32 اللي هو الطول ده، الطول ده تمام. يدينا كام يا هندسه؟ يدينا 7.1. يبقى ده الاوزان اللي هتنزل على ايه؟ على الشرايح الايه؟ الشايل تمام. خلينا بقى نشوف مثلا شريحه 3 3. شريحه 3 3 يا هندسه هتبقى شايله ايه؟ هتبقى شايله الوزن اللي عليها زائد اديشنال مومنت اهو، دبليو اديشنال اهو، وهنا دبليو اديشنال 2 تمام. فلما تيجي تبص هنا، طب ليه انا نزلت هنا دبليو اديشنال 1 مش هنا؟ تيجي تبص كده يا هندسه، ادي الاستيرب 1، ادي استيرب 3 اسف، استيرب 3 دي شايله ايه؟ شايله شايله الشريحه دي تمام؟ تمام. يعني وتيجي تبص على ديت اللي هي لو جيت بصيت من هنا كده هتبقى بالشكل ده. ففوق هنا هينزل انهي رياكشن؟ طبعا الرياكشن ده تمام، لان فوق ديت هي ايه؟ هي الجزء ده تمام. فتيجي تبص يا هندسه الرياكشن ده اللي هو ايه؟ اللي هو ار 1 اللي هو دبليو اديشنال ايه هنا، هيبقى دبليو اديشنال ايه؟ اديشنال 1. طيب هنا يا هندسه المفروض ايه؟ طبعا هنا اللي هو الجزء ده هينزل انهي شريحه عليه؟ هينزل الوزن ده تمام، اللي هو ايه؟ اللي هو ار 2 اللي هو هينزل لنا ايه؟ دبليو اديشنال 2 خلاص؟ اهو يبقى هنا دبليو اديشنال 2. طيب والوزن اللي عليها اصلا ايه؟ اللي هو دبليو هورزونتال بقى، هنا دبليو هورزونتال اللي هو 13 و9 كنا حسبناه، وهنا دبليو هورزونتال، وهنا دبليو انكلايند اللي هو ايه؟ ب 18. طيب عايز بقى يا هندسه احسب المومنت عشان اصمم القطاع ده. اجيب المومنت ازاي؟ اول حاجه محتاج اجيب الرياكشنات الاول، اجيب الرياكشنات الاول وبعد كده منها اخد المومنت في النص زي ما اتعود تمام. تجيب الرياكشنات الاول ايه؟ انت هتروح يا هندسه تركز اللود ده تمام، هتجمع دولت على بعض وتضربهم في الطول ده كده، انت ركزت اللود ده وتركز ده وتركز ده خلاص. طبعا ده اهوت ال 18 هتبقى في الطول ده، ركزتهم كلهم يا هندسه اهو تمام. طبعا انت شايف ده يساوي ده، فانت لو جمعتهم وقسمتهم على 2 على طول هيطلع لك الرياكشن بتاعك خلاص. تمام، لكن مش هيطلع لك بالظبط، يعني مش هيطلع لك الرياكشن ده يساوي ده بالظبط. انت لو جمعتهم وقسمتهم على 2 هتطلعه بالظبط. طب مختلفين عشان اللود بقى، يعني هنا الطول متساوي ولكن هنا اللود مختلف تمام. هنا 9.2 زائد 13 و8، هنا 7.1 زائد ايه؟ 18 و9. يبقى هنا ما ينفعش ايه نقول دبليو الا على الاثنين، يبقى لازم اروح اجيب المومنت. اروح اخد المومنت فين؟ عند النقطه دي طبعا، المومنت ديت مثلا او عند النقطه دي، المومنت هنا يساوي ايه؟ يساوي صفر. فانا هاخده هنا ايه؟ عند ار 2 اللي هو هنا. هقول ايه يا هندسه؟ هقول ادي هقول ار 1 في الطول ده كله اللي هو 4 متر ناقص. ناقص ليه؟ لان ده اتجاهه غير دول. ناقص اول حاجه الطول ده الرياكشن ده اللي هو 27 ونص في كام؟ في الطول ده فرصه في مسافه. المسافه ديت يا هندسه لو حسبتها هتلاقي الطول ده زائد الطول ده زائد نص ده هيطلع 3.405 تمام. ناقص 19 29 16 في ايه؟ في المسافه دي اللي هي نص اصلا الطول ده اللي هو ايه؟ نص 4 يعني 2. ناقص ايه؟ 24 في و9 في ايه؟ في الطول ده اللي هو نص الرقم ده، طلع بالرقم ده يطلع لك في الاخر يا هندسه هيكون عندك مجهول واحد اللي هو ار 1 طلع لك 41 و7، وار 2 39 74. زي ما انت شايف كده الرقمين مش زي بعض بالظبط زي ما قلنا تمام. طيب عايز اخد المومنت بقى، اخده هنا في النص تمام. هنقول ايه؟ هنقول مثلا ار 2 في ايه؟ في الطول ده ناقص. ناقص ليه؟ لان قلنا ده اتجاهه لفوق وده اتجاهه لتحت تمام. الطول الفورس ديت في المسافه دي، المسافه دي اللي هي ايه؟ اللي هي نص ديت زائد نص دي تمام. زائد ناقص ناقص كمان هتبقى ايه؟ 18. 18 ديت هنركزها هنا، يعني هنضربها في الطول ده بس اللي هو نص الواحد ايه؟ 1.62، وبعد كده نضربها في الطول ده اللي هو ربع المسافه دي تمام. يديك المومنت اهو، ادي ار 2 اللي هو 39 94 في 2 تمام، ناقص 24 99 في ايه؟ في الطول ده اللي هو حسبناه، يعني الفرص من هنا لغايه النص هنا حسبناه بالرقم ده 1.405 زائد
طبعا احنا هنجمع دولت مع بعض ونطرحهم ايه، ونطرحهم من ده خلاص، او تقول ايه الرقم ده ناقص ده ناقص ده على طول، هي هي تمام. 18 في ايه، في نص المسافة دي اللي هو ادي المسافة ده تمام. في كمان فا ايه، لما تركز القوة تضربها بقى في ذراع العزم اللي هي ايه، يعتبر ربع المسافة دي، يبقى في الاخر يا هندسة طلع لك المومنت كام، 38.9 تمام. تمام يبقى انت كده جبت ايه، والرياكشنات دي يا هندسة هي اللي انا محتاجها كمان بقى عشان انزلها على ايه، على القمرات. مش احنا قلنا انا محتاج رياكشنات عشان انزلها على القمرات وعلى الاعمدة، هي ديت عشان كده جبنا الرياكشنات دي تمام. ولو رحت لو رحت خدت الشريحه دي ودخلتها على برنامج السب هتطلع لك نفس المومنت ده تمام. روح ناخد استيرب 4 4، استيرب 4 4 هي هي ولكن في الاتجاه الثاني، يعني تطلع كده الثانيه طالعه الناحيه دي، فيطلع لك نفس الرياكشنات ونفس المومنت خلاص تمام. بعد كده هندسه نروح نصمم بقى القطاعات بتاعتنا. طبعا الاستيرب 4 4 4 و3 3 نفس المومنت، استيرب 2 واستيرب 1 طبعا مختلفين، هناخد المومنت الكبير اللي فيهم على طول نصممه تمام، اللي هو 12 وايه و1. تيجي تبص يا هندسه ادي هناخد استيرب 3 3 3 و4 4، الماكسيمم مومنت كام قربناها بقت 39. بالسي 1 جي يا هندسه نروح نجيب السي 1 طلعت بكام، طلعت ب 4.5 0.05. نروح نجيب الجي من الجداول بتاعتنا طلعت ايه الرقم ده، بقى تساوي اما التيمت ليميت على الفيلد في الجي في الدي تمام. طبعا هنا هنضرب في 10 اس 6 عشان ايه، عشان هنا هنعوض بالقيم هنا بالمليمتر تمام، اما هنا المومنت بايه، بالكيلو نيوتن متر تغيير وحدات، عشان احول من كيلو نيوتن لنيوتن بضرب في 1000، ومن المتر للملي بضرب في 1000 كمان، يبقى في 10 اس 6. نعوض طلع ايه، طلع الرقم ده، ادي الاريا ستيل بتاعتنا وادي الاريا ستيل مينيمم 6 من 10 على الاف فيلد في البي في الدي، طبعا اكبر من الاريا ستيل مينيمم خلاص. يبقى هنستخدم ايه القيمه ديت، القيمه دي تدينا قد ايه هندسه، تدينا 8 فاي 12، يعني لو قسمت كده 804 842 على ايه مساحه قطر السيخ 12 يطلع لك ايه هندسه 7 وشويه يعني 8. استيرب 1 1 و2 2 هناخد المومنت الكبير اللي فيه نصممه بنفس الطريقه، يطلع لنا هندسه كام، اقل من المينيموم كمان، من المينيموم طالع معانا 5 فاي 10 تمام. انا كده صممت السلم. وبعدين يا هندسه انت هنا ايه، انت هنا كنا محتاجين ايه، كنا محتاجين يا هندسه نصمم السلم، وبعدين محتاجين بقى رياكشن. الرياكشنات هتنزل هنا على الكاميرا اللي في منصوب، طبعا دي كاميرا في منصوب نص الدور، كاميرا مكسره تمام. لما اجي اصمم الكاميرات مش هعرف يعني مش هعرف اخدها في الاعتبار، يبقى ديت محتاج الكاميرا المكسره دي محتاج اصممها لوحدها، وبعدين هاخد من الكاميرا المكسره دي رياكشن، الرياكشن ده هو اللي هينزل على الاعمده لما اجي اصمم الاعمده، افتكر الكلام ده تمام. طيب هنا يا هندسه، هنا هاخد من 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 السلم، السلم ده كان بيديني رياكشن، هاخده انزله على الكاميرات دي، على الكاميرا دي وانا بصمم واصممها عادي مع تصميم الكاميرات. وطبعا ايه، ما دام نزلت هنا الرياكشن على الكاميرا ديت، هو في تلقائي هياخد في الاعتبار ايه، الرياكشن على الاعمده على طول، واحنا من الكاميرا على طول. يبقى خلاص اللي يهمنا دلوقتي كاميرا منصوب نص الدور ديت تمام، والرياكشن اللي هينزل على العمود منها. فتيجي نصمم، هنصممها لوحدها اهو، ادي الكاميرا المكسره مع السلم يا هندسه. اولا انت هتفرض السمك بتاعها اسيوم هيبقى كام، 12 في 70 تمام. نحسب الاون ويت، يعني اول حاجه كنا بنعمل ايه، لو احنا بنصمم الكاميرات بنحسب الكونكريت دايمنشن اسيوم اهوت، بعد كده نحسب ايه الاون ويت بتاعها والدبليو وول اللي هي شايلاه تمام، والسلاب لود. السلاب لود عندنا ان هو السلم، ادي الاون ويت بي في تي ناقص تي اس غاما كونكريت، ادي البي وادي التي ناقص تي اس تمام، وادي الجاما كونكريت طلع لك ايه 1.75، وادي الدبليو وول تمام تساوي البي وول جاما وول اتش وول زائد 2 تي مونا جاما مونا، شرحنا طبعا الكلام ده قبل كده، يساوي 6.1 تمام. تمام بعد كده يا هندسه لما تيجي تبص على الكاميرا المكسره هتلاقي فيها جزء هوريزونتال وجزء انكلاين. الهوريزونتال ده شايل ايه يا هندسه؟ الهوريزونتال ده يا هندسه هو اللي شايل ايه، شريحه السلم الرئيسيه،
مش كنا بنقول ادي الشريحه الرئيسيه هي جايبه رياكشن هنا نزل على ايه؟ على الجزء ده وعلى الجزء ده. طب يا هندسه الجزء المايل ده شايل اي حاجه؟ اهو ادي الكاميرا المكسره اهي، من هنا شايله ايه؟ شايله وزنها وشايله إيه؟ اسف ديت الكاميرا، يعني الكاميرا اهي شايله ايه؟ شايله وزنها وشايله الوول اللي عليها وشايله شريحه ايه؟ شريحه السلم دي. طب هنا في الجزء بقى الانكلايند المايل ده شايل ايه؟ شايل وزنها والوول بس، تمام؟ لان قلنا الشريحه دي مش متشاله على القمر، لا ده متشاله الشريحه دي خلاص. اهو يبقى الهوريزونتال يا هندسه شايل ايه؟ الاون ويت والدبليو وول. إيه اسف الهوريزونتال قلنا ايه؟ الهوريزونتال ده شايل الاون ويت والدبليو وول والرياكشن اللي جاي من ايه؟ من السلم، تمام؟ طبعا الاون ويت والدبليو وول دولت محسوبين وركينج، انا اضربه في 1 و4 تمام؟ يبقى 1 و4 اون ويت زائد دبليو وول زائد الرياكشن اللي جاي من السلم بقى يا هندسه اللي هو كام؟ 41 و7 اهو. ادي الرياكشن اهوت. ادي الرياكشن اهوت اللي هو ار 1. ليه مش ار 2؟ ار 2 ديت يا هندسه متشاله في ايه؟ في منصوب الدور، انما ديت فيها منصوب نص الدور، لاننا طلعنا اهو بقينا في منصوب نص الدور، فاحنا محتاجين هنا ار 1 تمام؟ خلي بالك ان ار 1 هنا، ار 1 هنا او الار عموما هنا مديني رياكشن ده على ايه يا هندسه؟ على المتر الطول. ليه؟ لانك انت واخد شريحه عرضها متر، فالرياكشن ده نازل برضو على شريحه ايه؟ او نازل على متر واحد من ايه؟ من الكاميرا. عشان كده قلنا ايه هنا جمعنا على طول، لان خلي بالك ان الاحمال هنا محسوبة على المتر الطولي، كذلك الرياكشن ده على المتر الطولي، لان عرض الشريحه كانت ايه؟ بتاعه السلم كانت 1 متر. فادي هندسه الوزن اللي على الهوريزونتال وال الدبليو انكلايند بقى هيبقى ايه؟ هيبقى الاون ويت والدبليو وول بس، وادي الوزن تمام. بكل بساطه يا هندسه هتروح تحط اللود كده على المايل، مفيش مشكله. طبعا احنا كنا صممنا السلم وحطينا الحمل على ايه؟ على الافق. دي طريقه، انا هنا بس اصريت ان انا اعمل الطريقه الثانيه عشان نتعلم برضو ايه الطريقه الثانيه. طب لو كنت عايز بالطريقه الاولانيه عادي، كنت هتروح تحسب، كنت هتروح تقسم الاون ويت هنا في الانكلاين دي على ايه؟ على كوزاين ايه؟ على كوزاين الفا. فالحمل ده هيبقى ايه؟ على كله على ايه؟ على الافق زي ما حسب تمام. انا عملته هنا على المايل تمام. ماشي. وبعدين ايه؟ ادي الهورزونتال اهوت لود 52.7 حطيته هنا، وادي 52.7 وادي ال 11 على المايل. طيب انا محتاج ان انا اصمم الكاميرا دي، مش بس اصممها، انا محتاج كمان الرياكشن اللي من اللي منها ده، لان الرياكشن ده نازل على العمود تمام. الرياكشن ده نازل على العمود ده، لان ده العمود وده العمود، عشان لما اجي اصمم الاعمده اقول له لا ده في وزن اضافي جاي من ايه؟ من كاميرا منصوب نص الدور خلاص تمام. فانا محتاج اجيب الرياكشن ده الاول عشان اجيب المومنت، وعشان اجيب الشير. طب اجيب الشير ليه؟ عشان هصممها كمان على الشير، ومش بس كده، الشير كمان هو اصلا قيمه ايه؟ قيمه الرياكشن خلاص. فهنجيب الرياكشن ازاي؟ زي ما كنا بنحسب، مفيش اي اختلاف. ازاي هندسه؟ هتركز ده وهنركز ده تمام. 11 في ايه؟ في 1.35 خلاص تمام. خلي بالك ان اللود ده هو اللود ده، يعني لو جمعت ده زائد ده زائد ده وقسمتهم على الاثنين هيديك الرياكشن ده على طول. طب انت مثلا مش عايز تعمل بالطريقه دي، هناخد هناخد المومنت هنا، المومنت هنا يساوي صفر مثلا تمام. فهنقول ايه؟ 70 في نص المسافه دي تمام. تمام اللي هو اهو 70. طيب خلينا ناخد من الناحيه الثانيه، خلينا ناخد من الناحيه الثانيه. احنا دلوقتي هناخد الايه؟ اللي هناخد المومنت هنا، هناخد المومنت هنا. هنقول ايه الاول؟ هنقول الرياكشن ده في الطول ده كله، الطول ده كله اللي هو كام؟ 4. يبقى ادي الرياكشن في 4 ناقص، لانه عكس الاتجاه، 70 في الطول ده كله. الطول ده كله كام؟ احسبه، ده زائد ده زائد النص ده هيديك ايه؟ هيديك 3.335 ناقص الطول، الرقم ده في ايه؟ في المسافه دي اللي هي نص المسافه بالظبط، اللي هي 2 اهو، اللي هي 2 اهي، ناقص 70 في الطول ده، الطول ده كده بس اللي هو كام؟ 0.665. بعد كده هيكون عندك مجهول واحد اللي هو الار، هيطلع لك ايه؟ 59.5.
بعد كده هندسه هناخد المومنت هنا في النص. انا هاخد المومنت هنا في النص، ناخده ازاي هندسه؟ اهو انت جبت الرياكشن، ادي الرياكشن اهو، هنضربه في المسافه دي اللي هي نص المسافه اللي هي 2 ناقص 70 في كام؟ في الطول ده اللي هو كام؟ نص المسافه دي زائد نص المسافه دي. تمام؟ تمام. بس كده ده في وزن هنا المفروض انكلايند هنا يا هندسه. اهو هو الام 2 ده هندسه، هنعرف الام 1 دي ايه دلوقتي. سيب الام 1 دي دلوقتي اهو، قلنا ايه؟ 79 اللي هو الرياكشن، في الطول ده اللي هو 2 انه ايه؟ هنطرح منه هنقول 70 في الطول ده. تمام؟ وكمان ايه؟ وعندي هنا 11 هنضربها في ايه؟ هنركزها هنا في كام؟ في نص المسافه دي. تمام؟ وبعد كده بعد ما نركزها هنضربها في ايه؟ في المسافه دي اللي هي يعتبر ايه؟ ربع المسافه ايه؟ دي. تمام؟ يبقى مجموع دولت لانهم عكس الاتجاه، عكس الاتجاه ده هيدينا ايه؟ ونطرحه ايه؟ بنطرحه من ده، يدينا في الاخر ايه؟ ادي الام 2 اللي هو الام في النص بالظبط. طب الام 1 ده ايه يا هندسه؟ هقول ادي شكل المومنت عندنا اهو. تمام؟ لانه على المايل. خلاص؟ لما تعمله على المايل بيبقى بالشكل ده. ادي الام 2 اللي احنا حسبناه، وده اللي يهمنا وده الكبير. تمام؟ طيب لما تيجي تفصل هنا يا هندسه، انت عايز قيمه المومنت هنا، قيمه المومنت هنا ايه؟ قيمه المومنت هنا اللي هي ايه؟ اللي هي ام 1 بقى. طب ام 1 دي جايه منين؟ انا عايز اخد المومنت هنا. اخده منين؟ الرياكشن ده في الطول ده. تمام؟ ناقص الرياكشن ده في ايه؟ في نص الطول ده اللي هو ده، نص الطول ده. عشان كده ايه قلنا هنا ار 1، عشان نبقى ايه لما نيجي نحط هنا المومنت نبقى ايه عارفين. تمام؟ هو ما يهمكش في حاجه، اللي يهمك القيمه اللي في النص. خلاص يا هندسه؟ طيب ادي كده جبت المومنت. تمام؟ بعد كده عايزين نجيب الشير، الشير هو الرياكشن. الشير هو الرياكشن اللي انت جبته. تمام؟ تمام. المومنت والشير هو كانك على قمره مثلا عاديه، بس انت هنا فصلت خليتها مكسره، فهنا المومنت لما تيجي تفصل تقوم ده كده هيتفصل، ولكن هنا هيحصل تداخل. تمام؟ وكذلك الشير. تمام؟ الشير مثلا لو بالطريقه ديت هيبقى كده. تمام؟ كده وبعدين برضه نفس الكلام كده وبعد كده اوصل دولت ببعض. لو جيت فصلت هيطلع لك بالشكل ده، ولكن اللي يهمنا برضه قيمه ايه؟ الرياكشن بس. خلاص يا هندسه؟ يبقى انا كده اقدر ان انا اصمم كده قمره منسوب نص الدور، واقدر اصممها على الشير كمان، ولكن انا هصممها على الشير مع بقيه القمرات، خليها دلوقتي، بس هنصممها بس على المومنت دلوقتي. تمام؟ تمام. وبعدين عرفت بقى الرياكشنات اللي هتنزل على الاعمده وكده. فلو جيت صممتها هندسه بالسي 1 جي عادي، هو جبت السي 1 وجبت الجي، طلع لك الايراستيل طلعت 3 فاي ايه؟ 3 فاي 12، دي قمره منسوب نص الدور. تمام؟ ايه تمام. عموما يعني كده كده احنا لسه هنمزجها تاني مع ايه؟ مع قمرات الكليه اللي احنا هنتعلم النمزجه يعني. تمام؟ ولكن بس ايه ده بشكل مبدئي. يبقى خلاص كده احنا صممنا القمره اللي في منسوب نص الدور، واللي يهمني منها الرياكشن والمومنت والشيء. خلاص يا هندسه؟ كده احنا خلصنا تصميم السلم وقمره منسوب نص الدور.